عصام يوسف. ضيفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، عيد سعيد باذن الله، واهلا ومرحبا بكم والحلقه الاخيره من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الاول من العباقره عائلات، يا ترى مين اللي هيفوز بكأس البطولة؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من عائلات بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. النهاردة في المباراة النهائية كل نقطة ب5000 جنيه. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 7,512,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. رمضان كريم، الشهر فعلا جري. على مدار الشهر العظيم اتشرفنا واتعرفنا واستمتعنا مع 32 عيلة من 11 محافظة مصرية. خلينا نرجع لورا شوية واحكي لكم الموضوع مش ازاي. بنهاية ديسمبر 2018 اعلننا عن عباقرة العائلات على قناة القاهرة والناس وشبكات التواصل الاجتماعي، وفي خلال اسبوع واحد فوجئنا باكتر من 1000 عيلة قدمت للاشتراك. بعد مراجعة معايير الاختيار قابلت معظمهم، وفريق العمل قام بدوره واختبر العائلات لحد ما تم اختيار 32 عيلة علشان يشاركوا معانا في الموسم الأول. في الحقيقة كل العائلات اللي قدمت كانت محترمة جدا، وال 32 عيلة اللي نجحوا في الاختبارات هم نموذج مشرف لأسر مصرية أصيلة، أسر بتكافح لتربية أولادها، عائلات فاهمة كويس قوي قيمة سؤال، قيمة المعرفة، قيمة الخلق الرفيع، قيمة الوطن. كل الشكر والتقدير لعائلات العباقرة المحترمين. في الموسم الأول لعباقرة العائلات معانا أكتر من جايزة. شركة LG بتقدم جايزتين لأصحاب المركز الأول والمركز الثاني. تقدم شركة LG للإلكترونيات هدايا لأصحاب المركزين الأول والثاني من الموسم الأول لعباقرة العائلات. يختار الفريق الفائز بالمركز الأول هدية من بين 3 هدايا من أفضل منتجات LG، ويحق للفائز بالمركز الثاني اختيار منتج من بين 2. والهدايا كالآتي: تلاجة إنستافيو أو شاشة أوليد أو غسالة وين ووش. تمنياتنا بالتوفيق للفائزين مع LG. وطبعا عندنا جايزة للعائلة المثالية، شكرا لشركة LG. وخلال رحلتنا مع العائلات المصرية تعرفنا على عائلات أثروا فينا وفي ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي، اتعلمنا منهم كتير وتشرفنا بوجودهم معانا. هم كمان اكيد فازوا بحب واحترام الجميع، ومن هنا اهتمت شركة المراعي بتقديم جايزة لكل عيلة تقديرا لمجهودهم ومسيرتهم العظيمة، عيلة الأستاذ أشرف عبود وعيلة المهندس عز الدين الهواري. آخر حاجة وأهم حاجة وقبل ما نبتدي حلقة النهائية، لازم أوجه الشكر للبنك الأهلي المصري على الدعم الكبير اللي بيقدمه للبرنامج من أول موسم، من تطوير لمدارس حكومية وتطوير لكرة مصرية، وأخيرا في دعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. كل التقدير والاحترام للبنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. Thank you.
اسمها السيدة عفيفي، اتعودت على التضحية من صغرها، كانت مسؤولة عن أسرتها بالكامل لحد ما اتجوزت ورزقها ربنا بست أطفال. كان نفسها تعيش حياة هادية ومستقرة، بس الظروف كانت أقوى منها. أنا كنت بعول أسرة، كان والدي تعبان، فأنا اللي كنت بشتغل وكنت بصرف عليهم بقى، يعني في العلاج ومصاريف وكل، كنت بشتغل مبردتين في اليوم يعني. لما أنا اتجوزت قعدت بقى في البيت، أختي طبعاً هنا يعني كبرت، بدأ أنه يجي لها عرسان وكده، فبدأت أن احنا عايزة بقى أن أنا نجهزها، فبدأت أن أنا أجيب لها الأدوات الكهربائية. فاتدينت بحوالي 6000 جنيه في الأول، فلما تعثرت ومقدرتش أدفع اضطريت ان انا اجيب حاجات من بره، اجهزه من بره وابيعها عشان اسد، فكنت بتدين اكتر. رافت عليا حوالي 13 قضيه ب 21 سنه، عندي 6 عيال، ولما سبتهم واتحبست كان فيهم ابني الصغير كان بيرضع، فكنت بفتكر عليه كنت بتعب. اكتر حاجه بتعبني هي بس ان عارفه ان مفيش حد كويس مصري خرجني من الدين اللي انا فيه وسد كل ديوني. عارفه حضرتك مع ايه ان انا كنت تعبانه ومحبوسه فجاه اخرج. اهم حاجه ان هما ما سابونيش، ماشيين معايا خطوه بخطوه، من جد برضو ان انا بتعلم باترونات، ودوني بروح كورس طبعا بروح اتعلم فيه التفصيل القص، وخلصت باترون 1 وباترون 2 الحمد لله، وداخله ان شاء الله على فاشنال 1 الحمد لله، دي اهم حاجه عندي. وبيضل ان انا اتعلم ازاي بقى الجوده بتاعتي، ان انا شغلي يبقى فيه جوده، والتسويق، والحمد لله بدل المكنه برضو بقى عندي 3 مكانات، وبحلم ان انا ان شاء الله برضو ويا رب يكونوا يعني هما برضو بيمونوني في حاجه زي كده، ان يكون عندي مصنع كبير ان شاء الله اسميه مصنع الفتح، عشان ربنا ان شاء الله يفتحها عليا شغلي وفي حياتي. ولما يكون عندي المصنع ده ان شاء الله هشغل فيه ناس غريمين تاني، يعني انا بتعلم وهعلم معايا ناس ستات غريمين، عشان او اي ست محتاجه بجد هجيبها معايا وهعلمها اللي انا اتعلمته، عشان هي كمان ما تزنقش او تتجه لطريق الدين، دي اصعب حاجه الدين ده. فطول ما في ناس كويسه وفي بنوك كتيره حلوه زي البنك الاهلي المصري، هو اهلي مصري فعلا بجد، لا بشكره بامانه انه بيقف جنبينا وخرجنا من أزمة صعبة جداً للضلمة النور، يعني اتولدنا على أيديهم من جديد طبعاً. البنك الأهلي المصري مش بس بيساعد الغارمات عشان يبدأوا حياتهم من جديد، البنك الأهلي المصري كمان بيضمن لهم فرصة تانية عشان يعيشوا حياة ليها مستقبل آمن من خلال مشاريع صغيرة يبدأوا بها حياتهم. البنك الأهلي المصري قدر يساعد الآلاف من الغارمين والغارمات للخروج من أزمتهم وبداية حياة جديدة وتنفيذ مشاريع صغيرة ليهم ولعائلتهم. كل إجابة صحيحة من عائلات العباقرة ساهمت في دعم أهل مصر، مشروع من مشاريع صغيرة، حلم من أحلام كبيرة، دعم مستمر من البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. نرجع لكأس البطولة، المباراة النهائية ومنافسة قوية في العلم والثقافة بين عائلتين للحصول على كأس العباقرة للعائلات في الموسم الأول. أول عائلة مشرفانا في الاستوديو قدرت توصل للنهائي بعد ماراثون طويل، فريق قوي ومحترم من الزقازيق وحفظ الشرقية، نرحب كلنا بعائلة الشيوي. عائلة الشيوي الحمد لله على السلامة، منورنا في الاستوديو حضرتك استاذ حسان. نهاية الرحلة الحمد لله رب العالمين، حلوة الحقيقة الحمد لله جميلة، استمتعنا جدا مع بعض وكسبنا عائلات محترمة. بالظبط كده، وكسبنا عائلات محترمة فعلا. حاجة جميلة جدا. مين السبب في الوصول للمباراة النهائية في عائلة الشيوي؟ بص بص توفيق ربنا، بص البراءة توفيق ربنا، بص في السماء فوق كده وفي الاستوديو الاضواء. مدام زيزات كم نقطة؟ 170 نقطة الحقيقة كلنا. ما كنتيش عايزة تكملي فاكرة؟ عندي كل حاجة، انت عارفة الأسرار كلها عندنا. احساسك ايه بقى النهاردة بما انها قلبت جد وبتلعبي والكاس قصادنا؟ شايفة الكاس؟ جميل، شكله جميل، جميل صح؟ قوليلي احساسك ايه بقى؟ احساس رائع جدا، انا ما كنتش متوقع طبعا من الاول قبل ما ابتدي، ما كناش متوقعين ان احنا نوصل كده، بس بعد ما بدانا ولقينا الموضوع ماشي خطوه خطوه، هو اللي بيوصلنا وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدمنا خطوه خطوه، ده ممكن يتوقع. انما اللي مش متوقع ابدا العائلات المحترمه دي، بصراحه ما حصلتش في اي برنامج وما اعتقدش ان هي تحصل في اي برنامج،
ان العائلات المحترمه دي تيجي تشجعنا وتيجي تقف معانا وتدعمنا رغم ان احنا كسبنا على العائلات منهم، بس مش احنا كسبنا، يعني ما كسبناش عليهم، احنا كسبناهم هم بامانه، احنا كسبنا العائلات المحترمه دي. مش عايزين حاجة بعد كده. بص البرنامج ده أثبت حاجات كتيرة جدا ومهمة جدا، أولهم العيلة المصرية الأصيلة. صح ولا غلط؟ صح. أستاذ أشرف عبود جاي من اسكندرية، ربنا يديله الصحة يا رب، رحلة طويلة مش سهلة. لو بصينا للجمهور النهاردة هنعرف قد إيه العباقرة بقى مهم، قد إيه العائلات مهتمة إنها تيجي وتحضر. أنا ليا رأي طبعا متواضع طبعا، مش له أي قيمة، ان البرنامج لا، مش مفيش حاجة اسمها رأي متواضع. رأيك مهم جدا، احنا كل جملة بتتقال بناخدها في الحسبان. ان البرنامج مش عباقرة العائلات، هو البرنامج لم شمل العائلات بصراحة. الحمد لله. لم شمل العائلات فعلا فعلا فعلا، حاجة عظيمة جدا. الف مبروك لبرنامج العباقرة، انه من افضل برامج شهر رمضان المبارك. الف مبروك. هقول لك على حاجة مهمة جدا، هو مش خد أحسن برنامج علشان أنا مذيع شاطر ولا عشان هي فكرة حلوة، لا، علشان آلاف الطلاب اللي اشتركوا معانا بقوا بالآلاف دلوقتي، العائلات اللي شرفتنا قدام مصر والعالم العربي، تفاصيل العائلات، عبد الله بمعلوماته عن جيولوجيا، بسملة اللي عندها 14 سنة اللي عندها سي في محترم، أستاذ عز الدين الهواري العظيم، موسوعة الحقيقة عز الدين. مش هقدر اقعد اقول اسماء علشان الحقيقه الصداقات اللي اتكونت هنا اهم من كل حاجه حصلت في البرنامج ده. ايوه اما العيله الثانيه فهي وصلت للمباراه النهائيه بجداره بعد مشوار مش سهل، عيله عينها على الكاس من اول البطوله، من بنها محافظه القليوبيه، نرحب كلنا بعيله جادو. عائلة جادو ازيكم؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. زياد انت قلت لي احنا جايين علشان عايزين النهائي. طبعا. فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر. الحقيقة لما انت قلت لي كده انا ما وقفتش عند الجملة وركزت. سمعتها بس انا فاكرها، بس ما ركزتش معاها قوي. ما تخيلتش بصراحة انها تبقى واقع. لا احنا بس انت وفيت بالوعد. الحمد لله. وقفت عند المباراة النهائية فعلا. الحمد لله. برافو عليك يا زياد. شكرا، ربنا يخليك. مين افضل لاعب في الفريق؟ كلنا واحد. يا سلام على التواضع. مش تواضع والله. انا هقول لك على خبر حلو، مش احسن لاعب في الفريق، ده اعلى سكور على مدار البطوله، الاستاذ حسام جادو. ميتين وخمسين نقطه ما شاء الله. تخيل. برافو عليك، برافو عليك فعلا. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. هتعمل ايه في العيد؟ هنعيد. كلنا هنعيد طبعا، كلنا هنعيد. جاهزه الماتش النهارده ان شاء الله؟ انت قلتي لي انا مش بتوتر. صح، بس باين عليك ان انت متوتره. مش قوي. خبي ايديا عشان ما بانش. دي المباراه النهائيه، بس الحقيقه احنا جايين نستمتع بيها كلنا. صح. مش بس كده، كمان كل العائلات جايه تستمتع معانا. صح؟ صح. كاس جميل وعندنا منه ثلاثة. احلى حاجه. صح. الله. هنقول لكم على التفاصيل قدام شويه. نرجع لماتش النهارده، وقبل ما نبتدي عايز احيي العيلتين، عيله جادو وعيله الشيوي. الموسم الاول لعباقرة العائلات كان خمس فقرات، العلم، المعرفه، الفنون، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعة. والسؤال هو: في أي محافظة مصرية تقع واحة الخرجة؟ واحة الخرجة فين؟ زياد إجابتك. وادي جديد. الوادي الجديد. خلي بالك يا زياد ان احنا النهارده معانا عباقره كتار جدا في الاستوديو. طبعا. فهم عارفين الاجابات صح ولا غلط قبل ما انا اقول. طبعا. هم ابتدوا يسقفوا لك على طول. وده سؤال السرعه. وعايز اقول على حاجه مهمه، على مدار الشهر بالكامل احنا كنا بنسال على مدن
فيه مصر، محتاجين نحفظ بلدنا، نعرف تفاصيل حياتنا، صح ولا غلط؟ صح. زياد، إجابة صحيحة. الوادي الجديد هي الإجابة الصحيحة، وبكده زياد هيختار مين اللي ابتدي الأول. عيلة الشوي في بدايه الرسم. عيلة الشوي، تمام. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. عيلة الشيوي عندك سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ ما فيش جوكر. جغرافيا، والسؤال هو: ما هي الدولة الإفريقية التي تأخذ شكل الرقم 7 على الخريطة؟ فات 10 ثواني. أستاذ حسان. السودان. أستاذ حسان، إجابة خاطئة. يا ترى في إجابة؟ مدام شيرين، إجابتك؟ الصومال. الصومال. الصومال بعشرة. أنا مش عارف أشتغل أنا كده بقى. أشتغل أنا إزاي بقى؟ مدام شيرين، الجمهور قال إجابة صحيحة. الصومال هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 10 نقط لعيلة جادو. وعندكم سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ لا. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة عربية تقع الجزيرة الاصطناعية نخلة جبل علي؟ أستاذ حسام، إجابتك؟ دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة. إجابة صحيحة، في دبي في الإمارات، الإجابة صحيحة. وبكده النتيجة 20 عيلة جادو. عيلة شيوي، عندكم سؤال في التاريخ، في جوكر؟ لا. عين السؤال اللي جاي سهل، تاريخ، والسؤال هو: المدرسة الزاهرة إحدى أشهر المدارس في سريلانكا، أسسها زعيم مصري خلال فترة نفيه هناك، فمن هو؟ سعد زغلول. سعد زغلول، وضع أن الجمهور مش موافق. صح. أحمد، إجابة خاطئة. عيلة جادو، في إجابة؟ إن شاء الله. تفضلوا. أستاذ حسام، إجابتك؟ الزعيم أحمد عرابي. الزعيم أحمد عرابي. الزعيم أحمد عرابي، إجابة صحيحة. عارف قصة إنشاء المدرسة ولا لأ؟ هو نعرف إن هي الجزيرة كانت اسمها سرنديب قديما، يعني مبدئيا، يعني لما اتنفل سرنديب أو سريلانكا حاليا يعني. وأعرف إن هو محبوب جدا، وليه أكتر مش مدرسة واحدة، ده هو ليه مدرسة وليه دار وليه أحفاد موجودين لغاية دلوقتي في سرنديب. هناك ما كانوش بيعرفوا يقروا القرآن. أيوة بالظبط. فأسس المدرسة وابتدى يعلمهم. بالظبط. وسماها الزاهرة نسبة إلى الأزهر الشريف. الأزهر الشريف. لما جه يمشي بقى كان وداعه تاريخي، كل الطلاب يودعوه، ولغاية دلوقتي بيعزموا سفير المصري لما بيخرجوا أجيال جديدة من المدرسة لغاية النهاردة، حاجة عظيمة جدا. كده النتيجة 30 عيلة جادو. عيلة الشيوي لسه ما فيش نقط، نخلي بالنا. طبعا تشجيع لعيلة الشيوي. عيلة جادو، عندكم سؤال في التاريخ، في جوكر؟ إن شاء الله. دوس على البازر. السؤال الأول ليكم في الجغرافيا كان سهل، يا رب يكون بتاع الصومال. السؤال الثاني في التاريخ صعب. تاريخ، والسؤال هو: من هي الصحفية المصرية التي أرسلت لسعد زغلول نقدا لدستور 1923 لأنه لا يعطي للمرأة حق الانتخاب؟ سؤال مش سهل. كان عندها ساعتها 17 سنة.
أعتقد هخمن. بنت عندها 17 سنة بتنقد سعد زغلول، تخيل بقى، ونبقى مش عارفينها. يا صحفية، أنا ما أعرفش صحفية قديمة في الوطن غير روزا اليوسف مثلا. روزا اليوسف، إجابة خاطئة. 20 نقطة. أستاذ حسان اتفضل إجابتك. هدى شعراوي. هدى شعراوي. هدى شعراوي إجابة خاطئة. 50-50 ب10 نقط أو بناقص 10 نقط. دوس على البازر. والاختيارات قصادنا على الشاشة. منيرة ثابت، حنان يوسف. أنا ممكن عندي اتجاه أقول منيرة ثابت، بس ما حبيتش أجازف يعني. ما حبيتش الجازف، أنا لو منك كنت أجازف. الإجابة الصحيحة منيرة ثابت. هارد لك. النتيجة زي ما هي، 30 عيلة جادو. قلت الشيوي مفيش نقط، بس في سؤال في الأدب. في جوكر؟ لا. أدب، والسؤال هو من هو الكاتب الراحل صاحب كتاب اللغز وراء السطور؟ مين اللي كتب اللغز وراء السطور؟ كاتب مصري راحل. أحمد إجابتك. الإجابة مش عندنا، فهي تخمينة، فهنسمي لها ونقول يحيى حقي. دكتور يحيى حقي بعشر نقط. إجابة خاطئة. تخمين برضه. أستاذ حسام. أنيس منصور. أنيس منصور. أستاذ حسام، الجمهور مش بيزقف، بيبقى غلط. إجابة خاطئة. 50-50 مش هتخسروا حاجة. يا زائد خمسة يا ناقص خمسة. لا خلاص، مش هناخد الفيفتي فيفتي. الإجابة الصحيحة أحمد خالد توفيق. السؤال الثاني في الأدب لعيلة جادو، أدب، والسؤال هو من هو الكاتب الساخر والسيناريست صاحب كتاب أنا لا أكتب ولكني أتأمل؟ من هو الكاتب الساخر والسيناريست صاحب كتاب أنا لا أكتب ولكني أتأمل؟ 15 ثانية. أستاذ حسام إجابتك. محمود السعدني. محمود السعدني. قلت الشيء وعندكم إجابة تانية؟ هنفكر إن شاء الله. تمام. أستاذ حسام إجابة خاطئة. أستاذ حسان إجابتك. أحمد بهجت. أحمد بهجت. أحمد بهجت بعشر نقط. إجابة خاطئة. خدتوا الفيفتي فيفتي خلاص. الإجابة الصحيحة السيناريست يوسف معاطي. تمام. آخر سؤالين في الفقرة، وأول سؤال لعيلة الشيوي. في جوكر؟ العشرين نقطة دول بقوا مهمين جدا. يا رب. جاهزين؟ إن شاء الله. علوم، والسؤال هو إلى أي من أجناس النباتات ينتمي الألوفيرا؟ بيستخدم طبعا في مستحضرات التجميل. بسمة. أنا قلت بسمة هتبقى عارفة الإجابة. أنا لو ما قلتش دكتورة يبقى هجاوب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بسمة. هتبقى الصبار إن شاء الله. الصبار بعشرين نقطة. الجمهور بسقفش. الجمهور سقف، معناها إجابة صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة، إجابة صحيحة. الصبار هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا بسمة. أول 20 نقطة لعيلة الشيوي. رجعنا كده في المباراة. الحمد لله. تمام. 20 عيلة الشيوي، 30 عيلة جادو. آخر سؤال في الفقرة في العلوم. خدت الجوكر خلاص. علوم، والسؤال هو مادة خام عضوية قابلة للاشتعال ولا يمكن إطفاء
حرائقها بالماء، فما هي؟ مادة خام عضوية قابلة للاشتعال ولا يمكن إطفاء حرائقها بالماء، فما هي؟ إجابتك؟ بنزين. البنزين. البنزين إجابة خاطئة. مدام زيزات إجابتك؟ الصودا الكاوية. الصودا الكاوية. الصودا الكاوية إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة البترول. البترول مادة خام. طبعاً. مادة خام البترول. إحنا قلنا مادة خام. صح ولا غلط يا زياد؟ يا باش مهندس. صح. يا باش مهندس زياد. صح. فلتت منك دي إزاي؟ البنزين مشتق مش مادة خام. هارد لك. النتيجة في نهاية الفقرة 30 عيلة جادو 20 عيلة الشيوي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر حلقة وفقرة المعرفة وفقرة الفنون والعباقرة. يبقى عائلة مصر جمعت 50 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 250 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. عباقرة العائلات الموسم الأول، رحلة كانت جميلة وممتعة. قبل البرنامج كان عندي عيلة واحدة بس النهاردة وبكل فخ انضم لعيلتي 32 عيلة بحبهم وبيحبوني. اختيار العيلة المثالية كانت مهمة شاقة، لأن في الحقيقة وبدون مجاملة ال 32 عيلة يستحقوا اللقب. بالنسبة لاختيار العائلة المثالية فالمعايير واضحة: أخلاق، احترام، التزام، لغة حوار، ثقافة وعلم، روح رياضية، وابتسامة جميلة. العيلة اللي حصلت على الكاس أجبرت الجميع على احترامهم، كل فريق العمل حبهم، والعائلات اللي لعبت قصادهم هم كمان حبوهم. قضوا معانا ساعات طويلة وليهم في الاستوديو ذكريات جميلة. آخر مباراة ليهم الحظ ما كانش معاهم، بس ما زعلوش، بالعكس فرحوا للعيلة التانية وقالوا لهم ألف مبروك من قلبهم. قمة الروح الرياضية. تعبناهم معانا جدا رايحين جايين من المنيا للقاهرة ومن القاهرة للمنيا، وأخيرا كلمتهم وقلت لهم هتعبكم معايا تاني. أطلقت عليهم لقب نقابة الأطباء. الأب دكتور جراح، جراحة عامة، مثقف جدا وعاشق للزبدة. الأم سيدة راقية ورأيها إن الولاد ما تعبوهاش في التربية. الابن طبيب عظام وممثل مسرح ودمه خفيف. الابنة طبيبة نفسية وفاضل أيام وتفرحنا ببنت العباقرة كايلا. ما شاء الله عيلة جميلة ومحترمة. كاس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للعائلة المثالية من محافظة المنيا، عائلة بسالي. دكتور فوزي ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. تعبناكم معانا انا عارف. لا ابد مفيش تعب ولا حاجه، ده احنا اتشرفنا بيكم جدا يعني، وبصراحه يعني بشكر الظروف اللي هي حطت قدامنا هذا الكم من العائلات المحترمه الراقيه اللي احنا ما كناش نحلم ان احنا نشوفها او نتعامل معاها. طبعا بالاضافه للبرنامج والمعدين والمعد والاخراج والتصوير، بصراحة يعني تستحق فعلا أفضل برنامج يمكن في الوطن العربي كله، في مش في رمضان بس، في كل الشهور السنة بالنسبة للبرامج اللي احنا بنشوفها. لا العباقرة بكل السيزونز بتوعه من أجمل وأرقى البرامج ومن أحسن البرامج اللي اتذاعت في الفترة الأخيرة في أي قناة مصرية. طبعا طبعا وبحيي حضرتك اولا واخيرا برضو لانك انت حملت لواء حاجه فعلا. العلم ده اساس التقدم، من غير علم مصر لن تتقدم قيد انمله زي ما بيقولوا بالعربي يعني، بالعربيه الفصحى يعني. التعليم هو الاساس
للأسف للأسف والتعليم أهمل في الفترة الأخيرة، ونتمنى أنه هو يرجع تاني هو الأساس، بدل ما الشباب يتفرج على مسلسلات ويبتدي يدور على المعلومات وبيبتدي يدور على الحاجات التاريخ بتاعه القديم عشان برضو يتقدم لقدام. وطبعا بحييك جدا وبكرر احترامي ولهذا البرنامج العظيم، وبكرر شكري وبكرر تقديري واحترامي الكامل لكل العائلات اللي شاركت في السيزون الأولاني، فعلا عائلات كلها محترمة وراقية، وربنا يعني نتقابل تاني على خير بإذن الله في السيزونز الجاية إن شاء الله. بإذن الله دكتور. مدام هناء ازاي حضرتك؟ مبروك كاس الاديب الراحل عبد التواب يوسف للعائله المثاليه. ميرسي خالص. يا ترى بيمثل لك ايه الكاس ده؟ طبعا ده حاجه فخر جدا، العائله المثاليه دي حاجه كبيره جدا، وخصوصا ان الكاس بيتقدم باسم الاديب الراحل الكاتب الكبير عبد التواب يوسف. اشكرك يا فندم. كرولوس اهلا بك شافي يا راجل. ممثل مسرحي فعلا في ثانيه لقطها. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا مبسوط ان انا اتعرفت عليك. انا اللي اسعد. اكتسبت اخ جديد الحقيقه. ده شرف لي، انا مبسوط جدا اتعرفت على حضرتك والفريق كله والعائلات اللي لعبنا معاها واللي حتى اللي ما لعبناش معاها، كلهم ناس في غايه الاحترام بجد يعني. اشكرك يا كرولوس. ربنا يخليك. ندي بقى المايك كارولين. هلكناكي معانا، احنا اسفين والله. لا لا خالص، ده انبسطت جدا بيكو يعني. عايزين نفرح بكايلة بنت العباقرة. بنت العباقرة اه، دي متهيألي هتبقى اصغر واحدة حضرت معانا في البرنامج. اه يعني حضرت من وهي جوه. بالظبط كده. بس انت كان عندك كرسي وبيتحرك معاكي. اه قعدتي جنبي هنا الكرسي جه، قعدتي هنا الكرسي موجود. ده حقيقة. مبسوطين يعني جدا بيكو. الف مبروك كاس العباقرة. شكرا جدا للعائلة المثالية عائلة بسالي. بشكركم جدا. نرجع لماتش النهاردة والمباراة النهائية القوية جدا، وهفكركم بالنتيجة. عائلة جادو 30، عائلة الشيوي 20. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين مدام زيزات وأستاذ حسام الدين، اتفضلوا أستاذ حسام الدين ومدام زيزات. والسؤال الأول في المعلومات العامة، مدام زيزات ازيك؟ الحمد لله. جاهزة؟ إن شاء الله. جاهزة يا أستاذ حسام؟ إن شاء الله. معلومات عامة، والسؤال هو ما هو لون القرص الموجود على علم دولة بنجلاديش؟ أخضر. أخضر، إجابة خاطئة. أحمر. أحمر. أحمر، إجابة صحيحة. أحمر هي الإجابة الصحيحة. وصورة العلم قصادكم على الشاشة، وبكده النتيجة تعادل 30-30. أحمد وزياد، زياد وأحمد. وسؤال الثاني في الرياضة، رياضة، والسؤال هو من هو البطل المصري الحاصل على بطولة ويمبلدن المفتوحة للسكواش بلندن عام 2019؟ زياد إجابتك. علي فرج. علي فرج، إجابة خاطئة. أحمد عندك إجابة؟ ما عنديش إجابة. ما عندكش إجابة. مين عنده إجابة؟ رامي عاشور. رامي عاشور، غلط. البطل المصري مروان الشرباجي. نحيي كلنا مروان الشرباجي البطل المصري. سؤال ثالث في التكنولوجيا، بسمة وملك، ملك وبسمة. وسؤال بعشر نقط، روح رياضية، تكنولوجيا، والسؤال هو في أي ولاية أمريكية يقع المقر الرئيسي لموقع مشاركة الصور والفيديوهات فليكر؟ كاليفورنيا. كاليفورنيا،
مالك عندك إجابة؟ تقول كاليفورنيا. كنت هتقولي كاليفورنيا برضو. كاليفورنيا إجابة صحيحة. كاليفورنيا هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا بسمة. وكان النتيجة 40 عيلة الشيوي 30 عيلة جادو. أول مرة عيلة الشيوي تتقدم. دلوقتي عندنا سؤال في القدرات الذهنية. مدام شيرين مدرسه رياضيات. اهلا وسهلا. تمام؟ اهلا وسهلا. فانت قدامك موقف سهل. ربنا يوفقك. جاهز؟ ان شاء الله. قدرات ذهنيه والسؤال هو: حل المساله الاتيه. 4 في 15 زائد 2 في 30 ناقص 120 يساوي كام؟ صفر. مدام شيرين إجابتك. أنت دايس على البازر. زيرو. زيرو صفر. أستاذ حسان أنت في المباراة النهائية قلت الإجابة من غير ما تدوس. إديتها هدية. ربنا. ربنا. ربنا سبحانه وتعالى. اسكري. مرسي. عفواً. مدام شيرين إجابة صحيحة. صفر هي الإجابة الصحيحة. هارد لك يا أستاذ حسان. هارد لك. أنا مقدر جداً. الحمد لله. النتيجة كانت عندك وكانت نتيجتك صح صفر فعلاً. بس إحنا لازم ندوس على البازر. أنت عارف عيلة بسالي وعيلة عساكر هما الاثنين أنا فاكرهم كويس قوي كانوا يحبوا يجاوبوا من غير ما يدوسوا على البازر. قعدوا معانا كده حلقة كاملة أنا حاول أقنعهم يا جماعة البازر إحنا عاملينه عشان نستخدمه هما مفيش فايدة مصممين يجاوبوا كده. هارد لك. النتيجة تعادل 40 عيلة جادو عيلة الشيوي 40. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. 4 أسئلة ليكم أنتوا الثمانية تعتمد على السرعة. إيدينا على البازر. سينما ومسرح والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي قام بدور مرسي عبد السلام الغندور في فيلم الفانوس السحري؟ مدام زيزات. عبد السلام النابلسي. عبد السلام النابلسي إجابة صحيحة. عبد السلام النابلسي الإجابة الصحيحة. وكان بدورة مين؟ إسماعيل ياسين. صح كنت بتلخبطه بين الاسمين. طبعا كان بدورة إسماعيل ياسين. وكده النتيجة 50 عيلة الشيوي عيلة جادو 40. سؤال التاني في الأغاني والموسيقى وحنسمع أغنية الأول. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. دم البدري بدري والأيام بتجري. دم البدري بدري أغاني موسيقى. والسؤال هو: دم البدر بدري هي الأغنية الرمضانية الأشهر عند وداع الشهر الكريم، فمن قامت بغنائها؟ شريفة فاضل. إيه التشجيع العظيم ده؟ إجابة صحيحة. شريفة فاضل هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا مدام زيزات. وبكده النتيجة 60 عيلة الشيوي 10 عيلة جادو 40. يلا الباقي. السؤال الثالث لوحات ومعالم. والسؤال هو: قرية القرنة الجديدة صممها المهندس المصري العالمي حسن فتحي بأسلوب القباب المعماري، ففي أي محافظة مصرية تقع؟ أستاذ حسام. محافظة أسوان. محافظة أسوان. أستاذ حسام إجابة خاطئة. بس ما إجابتك؟ سوهاج. سوهاج بتسأليني مش بتجاوبي. أكيد. بس ما إجابة خاطئة. أحمد الديب. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله. أحمد الديب وحشتنا. الإجابة عندك؟ أوه. إجابتك إيه؟ الأقصر.
الأقصر. الإجابة صحيحة محافظة الأقصر. دلوقتي عندنا آخر سؤال في الفقرة في سرعة البديهة، والسؤال ده كلنا هنقف قبل ما نسمعه. اتفضلوا. اتفضلوا. سرعة البديهة، والسؤال هو: كم مرة ذكر اسم مصر في هذا المقطع من النشيد الوطني؟ أستاذ حسام. مرة واحدة. مرة واحدة. مصر مرة واحدة. إجابة صحيحة. فعلا مرة واحدة هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 50 عيلة جادو، عيلة الشيوي 60. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء وفقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلة مصر جمعت 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 300,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 550,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. عباقرة العائلات، المباراة النهائية. كل سنة وانتوا طيبين. وهفكركم بالنتيجة: عيلة الشيوي 60، عيلة جادو 50. المباراة لسه في الملعب، وانا في رأيي ان كاس العباقرة الموسم الاول هيتحسب مع اخر سؤال. خلينا نشوف. ودلوقتي مع اصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لعيلة واحدة بس، وأنا اللي بختار مين اللي يطلع معايا. مدام زيزات اتفضلي، مدام شيرين اتفضلي. مدام شيرين ومدام زيزات، مدام زيزات ومدام شيرين. وسؤال في الفنون. بسم الله. ايدينا على البزر. نسلم الأول. بسم الله. بسم الله. معلومات عائلية، والسؤال هو: من هي الممثلة المصرية المفضلة لدى زوجك؟ عايز الإجابة بسرعة. تمام، معايا إجابتين. أستاذ حسان. لا لا لا، خليك معايا هنا. أيوه بالظبط كده، معايا أنا. أستاذ حسان، مين الممثلة المفضلة ليك؟ نادية الجندي. نادية الجندي. نادية الجندي. أنا كمان بحبها. الهدف الأول. أستاذ حسام، في هدف مع عيلة الشيوي. أنا كنت قلت ممثلة أجنبية، كنت قلت تجاوبت. لا، ممثلة مصرية. مين؟ شمس البارودي. واضح إن هو عمره ما اعترف قبل كده بإنها شمس البارودي. الحقيقة المدام كانت متخيلة إنها سعاد حسني. إجابة خاطئة.
هدف بلا مقابل لعيلة الشيوي. ودلوقتي بسمة وزياد، زياد وبسمة، وعيلة الشيوي معاها هدف يا زياد. هنشوف. جاهزة يا بسمة؟ إن شاء الله. جاهزة يا زياد؟ إن شاء الله. معلومات عامة، والسؤال هو ما هي العملة الرسمية لدولة بروناي؟ دولار. الهدف الثاني، الهدف الثاني لبسمة، هدفين بلا مقابل. أحمد وملك، ملك وأحمد. بص يا ملك، هدفين بلا مقابل، ما عندكيش اختيار. جاهزة؟ إن شاء الله. إديك على البازر. جاهز يا أحمد؟ توكلنا على الله. جغرافيا، والسؤال هو في أي دولة أسيوية يقع جبل تاكاو؟ اليابان. اليابان الهدف الثالث. اليابان الهدف الثالث. برافو يا أحمد، ثلاث أهداف بلا مقابل بخمسة وعشرين نقطة. ثلاث أهداف بلا مقابل، بس لسه عندنا السؤال الرابع. أستاذ حسان اتفضل. أستاذ حسام اتفضل. الهدف الرابع والأخير، روح رياضية. تمام، رياضة، والسؤال هو سمر حمزة هي لاعبة مصرية محترفة في الرياضة القتالية، فما هي؟ سمر حمزة لاعبة مصرية محترفة. كوموتو. كوموتو؟ اشمعنى يعني كوموتو؟ رياضة قتالية. حلوة قتالية دي، قتالية. كوموتو. إجابة خاطئة. إجابتك يعني تخمين. تايكوندو. تايكوندو. تايكوندو إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة المصارعة. تمام، اتفضلوا. ثلاث أهداف بلا مقابل لعيلة الشيوي، وبكده النتيجة 85 عيلة الشيوي، عيلة جادو 50. المباراة لسه في الملعب، لأن سؤال واحد يتجاوب يغير نتيجة المباراة. آخر فقرة، واللي هتحدد مين هيبقى بطل الموسم الأول لعباقرة العائلات، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل عيلة. ممكن السؤال يبقى في المعلومات العامة، علم، رياضة، قدرات ذهنية، فنون، جوكر، وسويتش. سويتش العيلة التانية بتختار موضوع السؤال. أول سؤال أحمد الشيوي، تفضل يا أحمد. أحمد الشيوي، وهنشوف السؤال الأول وعجلة الحظ موضوعه إيه. شكرا يا أحمد. علم. الحمد لله. سؤال في العلم، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. عشرين نقطة. تمام، ربنا يستر. جغرافيا، والسؤال هو ما هي العاصمة الأوروبية التي تقع على نهر أمستل؟ ما هي العاصمة الأوروبية التي تقع على نهر أمستل؟ أربع ثواني. مدام زيزات، إجابتك أمستردام. بتسأليني مش بتجاوب. أمستردام إجابة صحيحة. أمستردام هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا بسمة. دي إجابة الدكتورة بسمة. أنا سمعتك. برافو عليك. 20 نقطة، وبكده النتيجة 105 عيلة الشيوي، عيلة جادو 50. ملك، اتفضلي يا ملك. هنشوف ملك والسؤال الثاني لعيلة جادو موضوعه إيه. يلا يا ملك،
شكرا يا ملك. سويتش هارد لك ملك، جابت سويتش. في الحالة دي عيلة الشيوي هتختار موضوع السؤال. أستاذ حسان تحب تسأله في إيه؟ فنون. في الفنون تمام. عيلة جادو سؤال في الفنون حسب اختيار عيلة الشيوي. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. فنون. والسؤال هو من الفنان الراحل الذي قام بدور عزيز في فيلم حافية على جسر من الذهب؟ عادل أدهم. عادل أدهم إجابة صحيحة. عادل أدهم الإجابة الصحيحة. سؤال بعشرين نقطة كان ممكن يبقوا بثلاثين نقطة. النتيجة سبعين عائلة جادو، عائلة الشيوي 105. بسمة اتفضلي يا بسمة. السؤال الثالث، هنشوف السؤال الثالث موضوعه ايه. جوكر يعني عائلة الشيوي هتختار موضوع السؤال. مش هناخد قدرات ذهنية. قدرات ذهنية بسم الله. تمام عائلة الشيوي سؤال في القدرات الذهنية. طبعا لو الإجابة صح إن شاء الله كأس العباقرة الموسم الأول لعيلة الشيوي. يا رب. لو الإجابة غلط عيلة جادو هيبقى عندكم فرصة تجاوبوا. اتفقنا؟ عندكم 15 ثانية. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية 145 في 4 زائد 600 على 3 يساوي كام؟ أحمد إجابتك 780. 780 إجابة صحيحة. مبروك يا أحمد، ألف مبروك. 780 هي الإجابة الصحيحة. ألف مبروك عيلة الشيوي. ألف مبروك عيلة الشيوي. ألف مبروك. ألف مبروك. الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك لعيلة الشيوي كأس العباقرة الموسم الأول للعائلات. ايه رايك يا مدام زيزي؟ الحمد لله. ما كنتيش عايزه تشاركي؟ هنسحب دلوقتي. وكنت عايزه تنسحبي بعد ما كسبت اول ماتش؟ رجعت في كلام. رجعت في كلامي؟ لا مش هنسحب. الف مبروك عيلة الشيوي الكاس الموسم الاول عباقره العائلات. عيلة جادو هارد لك. الحمد لله. لعبتوا مباراه جميله جدا. حصلتوا على كاس المركز الثاني وده كاس مهم جدا وعظيم جدا. الحقيقه احنا اتشرفنا بوجودكم معانا. واحنا والله اتشرفنا. واكيد دايما هنفتكر ان عيله جادو حصلوا على المركز الثاني في اول موسم لعباقره العائلات. احنا سعداء ان احنا مشاركين في اول موسم للعباقره بمشاركه مشرفه وجيده، وسعداء ان احنا ساهمنا في المنظومه اللي قدمها البنك الاهلي للبرنامج ده وساهمت في نجاحه وبمساعده كل الاسر وبمساعده حضرتك. مشكر جدا. روح جميله جدا احيي حضرتك عليها. ملك عايز الابتسامه اللي انا عارفها. ايوه دي. ايوه يا ملك هي دي الابتسامه اللي انا عارفها. هارد لك. هي الماتشات كده. والحقيقه المركز الثاني ده مركز عظيم برضو. الحمد لله. صح ولا غلط؟ صح طبعا. اخر سؤال زياد. اتفضل يا زياد. هنشوف السؤال الأخير في الحلقة. الإجابة الصحيحة هتساعدنا في المشاريع اللي بيقدمها البنك الأهلي. كل نقطة بالنسبة لنا بقى ليها قيمة كبيرة. سؤال في الرياضة. تمام. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين طبعا. تلاتين نقطة. سؤال ب30 نقطة في الرياضة. رياضة. والسؤال هو
ما هو الفريق الأكثر تتويجاً بكأس السوبر إفريقي لكرة القدم حتى عام 2018؟ أستاذ حسام. نادي الأهلي العظيم العريق. النادي الأهلي. نطلع أنا عايز أعرف مدام شيرين بتخبطي ليه دلوقتي؟ عشان زملكاوية. ست ألقاب أستاذ حسام، إجابة صحيحة. النادي الأهلي المصري الإجابة الصحيحة، 30 نقطة لعيلة جادو، وبكده النتيجة 100 عيلة جادو، عيلة الشيوي 125. ألف مبروك، ألف مبروك عيلة الشيوي، وهارد لك عيلة جادو، مبروك كمان لعيلة جادو المركز الثاني، مبروك لعيلة الشيوي المركز الأول. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 225 نقطة، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 1,125,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 8,637,500 جنيه من البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. مع تسليم شهادات التقدير وكاس العباقرة الموسم الأول للعائلات، أول كاس كاس العائلة المثالية، وشهادة التقدير إلى دكتورة كارولين بسالي. الدكتور كارولوس بسالي. مدام هناء بسالي. الدكتور فوزي بسالي. والآن تسليم كأس العيلة المثالية، كأس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للعيلة المثالية لعيلة بسالي. والآن تسليم شهادات الفريق الحائز على المركز الثاني عيلة جادو. ملك جادو. زياد جادو. مدام شيرين جادو. وطبعا افضل لاعب في الموسم الاول لعباقرة العائلات الاستاذ حسام الدين جادو. كاس المركز الثاني عباقرة العائلات الموسم الأول لعيلة جادو. ألف ألف مبروك الحصول على المركز الثاني، وكمان لقب أفضل لاعب في البطولة على مدار البطولة بأكملها. ألف مبروك لعيلة جادو. ودلوقتي المركز الأول وشهادات التقدير لعيلة الشيوي. أول شهادة أحمد الشيوي. بسمة الشيوي. مدام زيزي الشيوي.
الأستاذ حسان الشيوي. والآن تسليم كأس العباقرة الموسم الأول للعائلات لعائلة الشيوي.